الفوضى في جنوب وادي الرافدين. في سنة 636 ميلادية وقبلها هجم عتبة بن غزوان على مدينة الأبلة، والمدينة هي كانت قرب قضاء القرن حاليا، وكانت ميناء يربط العراق بشرق آسيا حتى الصين. وكان حسب المؤرخ الحميري يسكنها المسيحيون والمجوس والصابئة. ثم جاء بعده خالد بن وليد وهجم على مدينة ميشان التي كانت أيضا قريبة من القرنة، والتي كان فيها مقر أبرشيتنا، وقام بأخذ ممتلكات الناس كغنائم والبنات كسبايا. لرفض أهل المدينة منح خالد أي منحة أو مبلغ، ثم توجه نحو الشمال أي باتجاه محافظة الميسان حاليا، حيث خاض معركة في مدينة المذار، وكانت مدينة مسيحية قريبة على الحدود الإيرانية حاليا. ويبدو أن سكان المدينة بقوا على مسيحيتهم لأنهم أدوا الجزية لخالد ولمن تبعه، واستمرت أخبار مسيحية هذه المدينة حتى القرن التاسع الميلادي ثم انقطعت. وخلال تواجد خالد بن وليد في العراق اتخذ مترجما له، يعتقد أنه كان أما صابئيا أو مسيحيا، وكان اسمه مرة. ثم توجه غربا فزحف بموازاة نهر الفرات ووصل مدينة المرة والمشهورة بديرها دير المرة، وكانت قريبة من مدينة الناصرية حاليا على حافة نهر المرة، حيث قبل أهل هذه المدينة أن يجمعوا مبلغ 12,000 درهم ويدفعوها لخالد كي لا يقتلهم. وكان هناك أسقف في هذه المدينة، لا نعلم ماذا حصل له وما كان مصير الأسقفية والكنائس والأديرة في تلك الأبرشية. الحيرة كانت عاصمة الجنوب أي عاصمة مملكة المناظرة، وقد اقتحم المسلمون هذه العاصمة بعد اجتيازهم مدينة المرة، حيث شاهدوا القصور الكبيرة والأديرة الكثيرة، فأكثروا القتل في الناس خصوصا بعد انهيار القوات المدافعة عنها والمسنودة من القوات الفارسية. وهنا خرج الكهنة والرهبان من الكنائس والأديرة وتقدموا باتجاه جيش خالد بن وليد ليتوسطوا لديه كي يوقفوا القتال، فأوقفوا القتال والقتل. وكما ذكرنا في الحلقة الماضية جاء الثري عبد المسيح بن بقيلة، وكان لديه قصر في الحيرة، ومعه أياس بن قبيس الطائي، وكان لديه قصر اسمه القصر الأبيض في الحيرة أيضا، وكانوا مسيحيين، فأعطوا لخالد 90,000 درهم كي يتخلى عنهما فقبل. ثم جاء عمرو بن عبد المسيح فأعطاه 190,000 درهم ومجموعة من الهدايا كي لا يقتله. وجمعت القرى المسيحية المجاورة للحيرة والكوفة المبالغ كذلك. ثم جاء القائد المثنى بن حارث وحاصروا القصر الأول،
تقول المصادر بأن خالد بن وليد أرسل المبالغ إلى الخليفة أبو بكر الصديق فأخذها. توجه خالد وجيشه نحو الشمال، وهناك مدينة عين التمر، وكانت مدينة مسيحية وتقع 40 كيلومتر غرب كربلاء حاليا، وقربها قرية القصير وقصر الأكيدر الذي يسمى قصر الأخيضر. فاقتحم أولا قرية للمسيحيين اسمها النقيرة، ووجد في كنيسة القرية طلبة التعليم المسيحي، ولا نعلم هل سباهم أم لا. ثم اقتحم كنيسة في عين التمر، ويبدو أنها كانت مدرسة حيث كان بها 40 طالبا يقرؤون الإنجيل، وهؤلاء لم يقتلهم بل سباهم واستعبدهم كخدم. وقد تتبعنا أخبار هؤلاء فاستطعنا معرفة أسماء 13 منهم ومصير حياتهم، وهم كالآتي: المسبي الأول سيرين، وقد اشتراه أنس بن مالك الأنصاري، وهو والد الفقيه محمد بن سيرين رفيق المتصوف الحسن البصري، وبعد انعتاقه تزوج من صفية، وقد تحول ابنه محمد من تاجر إلى مفسر أحلام مشهور، وهو معروف اليوم محمد بن سيرين. يقال إنه كان يصوم يوما كاملا ويبكي أثناء الصلاة في الليل، وقد توفي بعد وفاة الحسن البصري المتصوف المشهور بأشهر، وقبره بجانب قبر المتصوف في مقبرة الزبير جنوب غرب البصرة حاليا. المسبي الثاني يسار أبو سعيد، وهو جد محمد بن إسحاق كاتب السيرة النبوية، أرسل مسبيا إلى الصحابي أبي زيد بن ثابت الأنصاري، ويسار هو والد المتصوف الحسن البصري. يسار أبو سعيد كان حسب المصادر الإسلامية مسيحيا من بابل، ثم انتقل إلى أبرشية ميشان، ثم عاد مرة أخرى إلى عين التمر. تزوج يسار واصطحب زوجته وكان اسمها خيرة إلى المدينة المنورة، حيث أنجب الحسن سنة 642، وكانت خيرة خادمة لأم المؤمنين إحدى زوجات الرسول أم سلمة، وبسبب المحبة بينها وبين خادمتها كانت ترضعه عند غيابها للتسوق. شهد الحسن أمام عينيه وهو بعمر 15 سنة مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان سنة 656، بعد أن عاش عثمان 82 سنة، فقرر ترك الدنيا والرجوع إلى العراق ليتصوف ويختص بالروحانيات، وكان معروفا بالسهر والصلاة، حيث كان يزوره الصحابة بمعدل 130 صحابي. المسبي عبيد بن حنين، ولقبه هو أبا عبد الله، وقد سبي وأرسل إلى المدينة لدى آل زيد بن الخطاب. عبيد هو عم أبي فليح بن سليمان بن أبي المغيرة بن حنين، ولم تتوفر لدينا معلومات عن مصيره. المسبي الآخر نصير بن زيد، وهو والد القائد موسى بن نصير الذي يصبح فيما بعد والي المسلمين في شمال أفريقيا، ولد سنة 640 ومات سنة 716، ويقال إنه أصيب بالعرج. كان والده من قبيلة لخم المسيحية، حيث أسره خالد وهو كان عمره 13 سنة، وعندما سبي صار حارسا لمعاوية بن أبي سفيان، وقد شارك عبد العزيز بن موسى في فتح الأندلس. المسبي الخامس هو هرمز،
ولا نعرف مصيره، ولكن تقول المصادر إن أقاربه رحلوا إلى البصرة بعد إنشائها سنة 636، وكونوا عشيرة مسيحية في البصرة سميت عشيرة الهرامزة. المسبي السادس هو أبو عمرة والد عبد الأعلى بن أبي عمرة، ولم تتوفر معلومات أكثر عنه. المسبي السابع هو دهقان، وقد طلب الإمام علي بن أبي طالب أرضه مقابل إعفائه من الجزية، كما وأعطى له حرية التخلي عن الأرض. المسبي الثامن هو عبيد أبو عبد الله، وكان يلقب بن مرة. أرسل مسبيا إلى المدينة إلى عبيد بن المعلى ومات هناك. التلميذ المسبي التاسع هلال بن عقبة، وقد قاوم في القتال ضد خالد بن وليد، مما أدى إلى وقوعه في أسر خالد، فقرر خالد أن يقتله بطريقة الصلب. المسبي العاشر كان أفلح أبو عبد الرحمن، أرسل مسبيا إلى الصحابي أبي أيوب الأنصاري، وكان كاتبا ماهرا جدا، بحيث وصفه محمد بن سيرين بأنه يعادل 40,000 كتاب. وتكريما لذكائه أعيدت كل الثروة التي تم سلبها منه، وقد أرسل إلى المدينة المنورة وقتل هناك. المسبي الحادي عشر كان أثير بن عمرو بن هاني السكوني، درس الطب في الكوفة فيما بعد، واختير من بين 55 طبيب ليعالج الإمام علي بن أبي طالب بعد أن اعتدى عليه عبد الرحمن بن الملجم. كان متطببا صاحب كرسي يعالج الجراحات. المسبي الثاني عشر هو حمران بن أبان، وصار خادما للخليفة عثمان بن عفان، ولكنه ترك الخليفة ليأتي إلى البصرة ويعيش فيها. المسبي الثالث عشر هو يسار المدني، وهو جد محمد بن إسحاق الذي كتب السيرة النبوية. في البداية سافر إلى مصر ثم عاد إلى المدينة ليكتب السيرة النبوية. يسار هو أول مسبي من مدرسة عين التمر دخل المدينة، وقيل كنيته أبو عبد الله، وصار ابنه من أصحاب الصادق. كان ابن إسحاق عالما حافظا مؤرخا محدثا مؤلفا، وأول من جمع سير النبي، وألف مجموعة من الكتب منها كتاب الخلفاء وكتاب المبدأ، وتوفي في بغداد ودفن فيها. وهناك مسبيين آخرين لم تتوفر معلومات عنهم، هما خير وأبو عبيد وأبو عبد الله ورباح وجفين العبادي. أما 23 تلميذا مسيحيا من كنيسة عين التمر فلا معلومات عنهم.